السلام عليكم مشاهدي الكرام، اليوم غادي نقدم لكم كريم كراميل على شكل فلان. يلا نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاج الأول حاجة السيرو اللي كيتكون 100 غرام ديال سنيدة ونص كاس ديال الماء. أما بالنسبة للفلان اللي هو الكريمة غنحتاج له 4 ديال البيضات، سطرو ديال الحليب، 2 الفاني، 100 غرام ديال سنيدة وقبصة ديال الملح. Thank you.